بمشيئة الله عن حل التناسب للرياضيات للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول. فكرة الدرس سوف نتكلم عن هذه النقاط. النسب المتكافئة. النسب المتكافئة، أنا لما أتكلم عن النسب المتكافئة أتكلم عن قيم محددة، أتكلم عن النسبة، أنا أتكلم عن بسط ومقام. إذن لابد أن نعرف هذه النقطة أولا. أنا عندما أتكلم عن النسبة أنا أتكلم عن البسط والمقام، وأتكلم عن متكافئة أنا أتكلم معناها متساوية. نلاحظ القيمة في السؤال أو في هذه القيمة الأولى، 1 على 4 بتساوي 2 على 8. المطلوب الآن، هل هذه نسبة متكافئة؟ يعني هل هذا البسط والمقام القيمة الأولى في هذه الجزئية الأولى بتساوي فعلا 2 على 8 ولا لا؟ طيب احنا كيف حنعرف؟ عن طريق ما يعرف بالضرب العكسي. الضرب العكسي لابد أن تعرفه، عبارة عن 1 في 8 و2 في 4، هذا هو ما يعرف بالضرب العكسي أو الضرب التبادلي. طيب إذن 1 على 4 عبارة عن 1 في 8 و2 في 4 عبارة عن ضرب عكسي. الناتج 1 في 8 بتساوي 8 و2 في 4 بتساوي 8. إذن القيمتين متساويتين، إذن هي عبارة عن قيمة أو نسبة متكافئة، أي الجزء الأول اللي هو المعادلة والنسبة الأولى بتساوي النسبة الثانية. المثال الثاني الذي أمامك هو النساء، المثال الموجود في المقرر، 5 على 2 بتساوي 15 على 6، على طول زي ما قلنا الضرب العكسي. الضرب العكسي 15 أو 5 في 6 بتساوي 30 و 15 في 2 بتساوي 30، إذا قيمتين متساويتين، إذا هذه نسبة متكافئة. إذا خلاصة الفكرة الآن أن النسبة المتكافئة عبارة عن، أتكلم عن النسبة، عندما أتكلم عن النسبة أتكلم هنا عن بسط ومقام، وأتكلم عن المتكافئ معناه متساوي، يعني هل هذين النسبتين متكافئتين أي متساويتين أم لا؟ التناسب. التناسب هو عبارة عن معادلة تبين أو توضح أن النسبتين متعادلتين أو متكافئتين كما ذكرنا سابقا. هل هذه، يعني ناخذ مثال، يعني هل 6 على 8 بتساوي فعلا 3 على 4 أم لا؟ قلنا الطريقة عبارة عن عملية الضرب العكسي، في النهاية ألف على باء وجيم على دال، هي عبارة عن رموز، فقط رموز، يعني 6 على 8 3 على 4 ألف على باء جيم على دال كاف على لام ميم على نون، ليس مهم، المهم أنك تعرف أنها عبارة عن قاعدة أساسية. مثال كما ذكرنا، المثال الموجود عندكم هنا 6 على 8 زي ما قلنا ضرب عكسي، 6 في 4 و3 في 8 هتطلع عندنا الناتج 24، وهنا 24، إذا هي النسبة متكافئة أو معادلة متساوية. الآن ألف على باء، وهذه قاعدة لابد أن تحفظ بشكل عام، يعني ألف على باء يساوي جيم على دال، أنا كيف أتأكد وكيف أعرف؟ عن طريق هذا الموضوع، أنا أضرب ألف في دال وأضرب جيم في باء، هذه قاعدة جدا مهمة. الضرب التبادلي ذكرناه قبل قليل، موضوع جدا سهل جدا بسيط. الضرب التبادلي ذكرناه انه هو عبارة عن الضرب العكسي، البسط في المقام، وكما ذكرت لكم هذه هي القاعدة لابد ان تعرف في النهاية، بغض النظر تضرب ألف في دال وجيم في باء في النهاية اذا كانت تساوي، هذا ما يعرف بالضرب التبادلي. اذا مثال الذي امامكم مثال جدا سهل جدا بسيط، يساوي 24 24، إذا هي قيم متساوية، لابد من أن تركز على هذه الأمثلة. مثال، ارتفعت درجة حرارة الجو خلال ساعتين بمقدار 7 درجات، إذا خلال ساعتين ارتفعت بمقدار كم؟
بمقدار 7. طيب في طريقة الآن نحل بهذه الطريقة، كم يلزم من الساعات اللي بعدها حتى ترتفع درجة الحرارة بمقدار 13 درجة مئوية؟ لو رمزنا للساعات نقولنا درجة حرارة الجو خلال ساعتين، نرمز الساعات بالرمز نون ونرمز الحرارة بالرمز سين. الآن ركز معي في هذه الطريقة، الآن قال إنه درجة حرارة الجو خلال ساعتين ارتفعت بمقدار كم؟ 7 درجات. طيب السؤال يقول كم حيكون بعد كم ساعة، بعد كم ساعة حترتفع درجة حرارة 13؟ إذن حتى تحل السؤال بهذه الطريقة ضع الأسئلة بهذه الطريقة، بعد كده ضرب زي ما تعلمنا ضرب عكسي، 2 في 13 و7 في نون، هيطلع الناتج كالتالي. تابع معي، 7 في نون و2 13، 7 بعد كده 7 هتمشي مع تروح مع 7، باقي نون على 26، وهذا هو الجواب النهائي. المثال جدا بسيط وجدا سهل، ابدأ وتعلم هنا، حاول انك لو ما فهمت السؤال ترجع مرة أخرى حتى تستطيع أن تحل مثل هذا السؤال. المثال الذي يلي، عمل التنبؤات. الآن خلال حملة التبرع بالدم كانت نسبة المتبرعين من فئة الدم، ركز معي هنا في فئة الدم، طيب فئة الدم O، جميع كانت نسبة المتبرعين من فئة الدم O إلى جميع المتبرعين، ركز معي في هذه الجمل، عبارة عن 37 من أصل كم؟ 43. 37 من أصل 43. الآن ما تتوقع أن يكون عدد المتبرعين بالدم من الفئة O إذا كان المجموع المكون كله عبارة عن 300؟ طيب ركز معي، قبل أن نجاوب على السؤال لابد أن نعرف شيء مهم جدا، انه الدم عبارة عن 4 انواع، A و B و A B و O. ال O يعرف بالمانح او بفصيلة الدم المانحة، لان ال O هو الفصيلة الوحيدة التي تعطي A وتعطي B وتعطي A B، اي تمنحهم اي تعطيهم. طيب الان نرجع مرة اخرى الى السؤال، السؤال يقول كانت نسبة المتبرعين من فئة الدم O عبارة عن نسبة 37 إلى 43، إذا عدد المتبرعين كلهم بالنسبة للـ O كم؟ 37، وإلى جميع المتبرعين، جميع المتبرعين أي المتبقين اللي هم الـ A وهم الـ B وهم الـ AB، مجموعهم كله كان يساوي كم؟ 43، إذا مجموعهم كامل الـ A والـ B والـ AB زائدا ال 37 يدينا الناتج كم؟ 80، هو المجموع الكلي للمتبرعين. اذا النسبة كانت 37، النسبة كانت 37. نرجع مرة اخرى نقول انه 37 هذه النسبة حقت المتبرعين ب او الى المجموع الكلي اللي هو كم؟ اللي هو 80. طيب كده ممتاز، اذا المطلوب الان في السؤال ماذا تتوقع ان يكون عدد المتبرعين من الفئة او، يعني كم حيكون طيب صاد او اي رمز سين اذا كانت المجموعة 300؟ بس هذا هو السؤال. بعد كده مرة اخرى عكس ضرب عكسي وانتهى السؤال. تابع معي الان نفس الفكرة، 37 37 في 380 ضرب عادي في النهاية قسمة 80، مع 80 راحت، باقي صاد، صاد تقسمها 1000 على 80 بتساوي هذه القيمة التي أمامك. شرح مرة أخرى إلى المثال الذي يلي، عندنا ما يعرف بثابت التناسب. ثابت التناسب عبارة عن قيمة فقط، يعني هي عبارة عن قيمة توضح أو معادلة سوف توضح كل مسارات المعادلة، يعني شيء ثابت كقاعدة، أنت تسوي معادلة عبارة عن ثابت تناسب، مهما تغير فالناتج حيكون معروف. نأخذ مثال كما يقال بالمثال يتضح المقال. اشترى عادل 30 لتر
بمبلغ 18 ريال، مظبوط. اذا 30 لتر، ركز معاي، 30 لتر ب 18 ريال، كم عدد اللترات لو انه عبى ب 42 ريال؟ هذا السؤال، هذا الجزئية الثانية من السؤال، الجزئية الثانية من السؤال. الجزئية الأولى بتقول اكتب معادلة تربط بين عدد اللترات وثمنها، عدد اللترات وثمنها. إذن هذا الجزئية الأولى. إذن السؤال مكون من جزئيتين، الجزئية الأولى اديني معادلة عامة، الجزئية الثانية اديني لو كان كم عدد اللترات لو كانت 42. لا تشيل همها، جدا سهل السؤال أو الجواب كالتالي زي ما تعلمنا. هنقول أولا 30، من فين جت 30؟ اللي هي قلنا اشترى عادل 30 لتر، إذا اشترى 30 لتر، إذا هنا الجزئية وهذا القسم خاص بعدد اللترات اللي هي رمزنا لها بالرمز لام، لام عبارة عن عدد اللترات كلها. إذا القسم ده كله خاص باللترات بالبنزين، والقسم ده كله خاص بمين؟ بالفلوس أو بالسعر المطلوب. إذا 30 لتر كم سوانا؟ 18. الآن أنا بكون معادلة أو كان ثابت التناسب، أقول أي عدد، أنا أكيد أنا ممكن أضيف لام اللي هي اللترات، أقول 30 لتر، أقول 50 لتر، أقول 60 لتر، أبغاها عامة لام، والفلوس برضو عامة. إذا بعد ذلك زي ما تعلمنا الضرب العكسي، الضرب العكسي 3 كاف 30 كاف 18 لام، كمان عارفين 30 مع 30 راحت، كاف بتساوي 18 على 30 بتساوي 6.5 في لام. هنا هذه لام قلنا بما انه ما في اي علامة هنا يا شباب، معناها هنا عبارة عن ضرب، معناها هذه كي ضرب، معناها 18 على 30 تساوي 0.6 في لام. هذه هي المعادلة او ما يعرف به ثابت التناسب. الان مهما تغير حيتيك ناتج. الجزئية الثانية من السؤال، كم يدفع عادل ثمن ال 42؟ على طول هتتعوض قيمة ال 42 عندك في السؤال، تطلع في النهاية 42 بتساوي 25.2. تحقق من فهمك؟ أنا ما أشرح هذا السؤال، أنا جبت على السؤال إجابة كاملة. أتمنى منكم أنكم تراجعوا الجواب، حصل شرح بسيط، رمزت هنا عدد الصفحات بالرمز صاد وعدد الدقائق بالرمز نون، نفس الفكرة، ضرب عكسي يطلع الجواب نون 7.5 في صاد، هذا الأول. بعد كده هو طالب الجزء الثاني، هنا 10 صفحات، هذه هي الجواب، وعشر صفحات والطباعة 25 صفحة، هذه هي الجواب الأول 10 صفحات، وهنا الجواب الثاني 25 صفحة. أتمنى أنكم تراجعوا الجواب، وجدا الموضوع سهل. شكرا لكم وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.